تحية طيبة مشاهدينا الكرام اينما كنتم، اهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في مباشر سبور. نعتذر لحضراتكم على هذا التأخير في عدد اليوم كما جاء في عنوان هذا المباشر وكما جاء في العاجلة الذي قدمناه لكم انطلاقا من الخامسة. نخصص الحلقة للحدث الرياضي، للحدث الكبير، للحدث الذي انتظرناه طويلا، وهو القرار المتعلق بنهائي رادس بين الوداد الرياضي المغربي والترجي التونسي. طبعا فضيحة رادس، العديد من التسميات التي رافقت هذا الملف لسنة وثلاثة أشهر من الزمن. الطاس أصدرت القرار النهائي وأغلقت الباب، قررت إهداء اللقب، وهو في الأصل كان مهدي للترجي عموما، هي يعني زكاته اللقب للترجي التونسي. رفضت ملف الوداد المغربي اللي طبعا أكدت على أنه يعني الدفعات اللي جابها ما كتأكد حتى شي حاجة. هذا القرار اللي قالته الطاس. عموما احنا مع الضيوف ديالنا لا من المغرب، مع السي منعم بن المقدم الناقد الرياضي المغربي ديالنا، وكذلك سي فتحي المولدي المحلل التونسي اللي كنشكروه لانه غادي يكون معنا بعد سي منعم. نمشي نرحب سي منعم، ناخذ رأيه طبعا في هذا القرار ديال الطاس. سي منعم معايا، مرحبا بك. مرحبا سي عثمان، تحية لك وإلى كل المتابعين الكرام أينما وجدوا لشوف سبور، وخاصة الزميل والأخ المولدي من تونس. شكرا لك سي بالمقدم. التعليقات انطلقت من الآن، الاتصالات كذلك انطلقت، الجماهير ديال الوداد غتبغي تتصل، غتبغي تهضر، غتبغي تعلق على هذا القرار. أكيد اللي ما فاجأهاش، علاش؟ لأنه قبل الكاف كان صدر الحكم ديالو قبل الترجيم، بعد ذاك الحكم اللي كان في صالح الوداد في الأول. عموما هي روينة سالت بهذا القرار. نعم، ناخذ بعدا رأيك في القرار. سي عثمان، بداية أنا نقدر نتحفظ على وندير سطرين رغم أننا نتكلم عبر الأثير وما كنكتبوش، ولكن أضع سطرين تحت الكلمة ديال أنه مفاجئ أو أنه غير متوقع. شخصيا في العديد من المرات، وغنهضر بالدارجة باش يكون الخطاب ديالي موجه بدرجة أولى للجماهير المغربية وخاصة الوداد الرياضي، كنت قلت في السابق والتزمت بأن هذا الملف هذا ما بقاش كيعنيني الحكم ديال الطاس، وحين أعلنت هذا فهذه أسباب، ومن بين هذه الأسباب هو أننا على امتداد عام وأربعة أشهر وكأننا كنبحثوا على اختراع نادر، أولا كنبحثوا على شي حاجة اللي ما كايناش، رغم أن الأمور كانت واضحة. والدليل ديال التخبط هو أنه من بعد شهر ستة إلى حدود الآن ثلاث أشهر والطاس تتخبط وكأنها غتصنع لنا شي حاجة اللي ما كايناش أصلا، وكأنها ربما في نهاية المطاف كما كنقولوا تمخض الجبل وولد فأرا. أنا هذا القرار هذا ما كنتش كنتوقع بان الكاس غادي تحيد الترجي وتعطى الوداد، ما كنتش كنتوقع بان المباراه غتعاود، لان الامور باينه، لاننا وصلنا لواحد ليديسيون جديده اللي فيها الدومي فينال ديال هذا العام، ولان الفريق مثل لكوب دي موند. ولكن كنت كنتمنى ان الطاس تحلى بالجراه وتفت ان التدليس والغش والتحايل وعديد من الاشياء كانت حاضره في هذه المباراه. كنت كنتسنى بان تسانكسيوني فريق الترجي وتعتبره وتعطيه، لان ريفيرونس هذه سابقه كبيره في كره القدم العالميه وليس الافريقيه فحسب، باش يولي نموذج لباقي الفرق اللي غتكون غادي تحتضن المباريات النهائيه، وما تلبيش على المستوى التنظيمي كافه الشروط ديال اللاعب النظيف واللاعب العديد. الناس اليوم اللي كتطبس بالحكم، وغنقول لك بكل صراحه وتسجل عليا، وانا كنعرف الخط التحريري ديالكم اللي مشبوع اللي مطبوع بالنزاهه الفكريه وكنتحمل. الناس اللي غتهلل او انها غتفرح، وحنا هذه ثلاث ايام ولا يومين وحنا كنهضروا على مسائل ديال القيم المواطنه والانضمام والتكافل والتعاضد والتآزر والدعم ديال كل مغربي، فهذو غيكونوا خونه ويكونوا منبطحون. والناس اللي كنشوف ريزو سوسيو يهللون ويفرحون، وانا اتحدث عن اطراف الداخل وكيعتبروا قرار طاس اليوم هو هزيمه شناع الرجاء الوداد عفوا، فانا كنقول بان هاد الناس سامح الله مرضى ومرضى نفسانيين. وانا اسمح لي الا فتحت معك هذا القوس السي عثمان، لانني كنعرفك شاب ومقبل بانك مثلا من الناس اللي تاسسوا البرامج اللي مطبوعه بالصراحه. فاليوم في خضم الحديث عن هذا التلاحم ديال الانديه والدعم ديال الانديه المغربيه بكل ما هو قاري، فهذا القرار ديال طاس اليوم هو مهزله بكل المقاييس، فضيحه كرويه، قرار غير مسؤول بالمره، ويتسجل كوصمه عار على جبين هذه الهيئه الرياضيه اللي هي من اعلى الهيئات الكرويه. والناس اللي غتعترف بان هذه الهيئه اليوم وهي تقر بتتويج الترجي، فهذا ماشي دستور منزل ولا كلام منزه. فهذه الهيئه هذه بقدر ما انها ارتكبت مجموعه من القرارات اللي كانت صائبه، فالتاريخ ديالها كيشهد بان مجموعه من القرارات ديالها حدث عن الصواب، لان كما نقول الادله والبينات تعلي من الدعاء،
واليمين على من انكار الوداد حط ملف ديالو دار دفعات ديالو. هاد الهيئه هادي تعطلات في هاد الشكل كله كما قلت لك درت لنا هاد السسبانس وهاد الاثاره وهاد التشويق. كنت شخصيا كننتظر فقط غير احقاقا وانصافا للكره العادله والجميله بانها تصدر حكم في حق الطرف الثاني اللي هو الترجي واللي تكررت السوابق ديالو واللي تكررت الانزلاقات والانفلاتات ديالو. فاذا بها تفاجئ بان الحيثيات والدفعات فيها التناقض، تاره تتحدث على ان الوداد لم ينسحب وتاره تقول بان الوداد لم يكمل المباراه وبالتالي دفعاته غير مقبوله. لذلك عثمان باش نلخص معك، انا لا تساورني ردات فعل غاضبه بنفس الانفعال ديالك، ما عنديش ردات فعل اللي فيها شويه ديال الاهتزاز او ردات فعل اللي شويه يعني بحال ما متاثر، لاني توقعت هذا الشيء كله منذ فتره، لان الورطه كلها والخروج المائل من الخيمه كان بدايه الامر من الحيثيات ديال الكاف ديال الهيئات لانستونس ديال الكاف اللي ما حسمتش هذه الامور في الكويزين ديالها الداخلي، ولا حتى هذه الجمره وهذا الملف الخبيث وهذا الملف الموضوع وهذا الملف المسيء لكره القدم وجماليه كره القدم العالميه الطاس. لذلك فمره اخرى والمره الالف والمرة الألفين نقول بأنني ما انتظرت يوما من الطاس باش أنها تعلن بأن الوداد لم ينسحب أو أن تعيد حق الوداد كي تقنعني بأن الوداد ما كانش على حق. اقتناعي بالوداد على أنه كان على حق غيبقى راسخ. الاقتناع ديالنا كإعلاميين مغاربة بأن ما حدث في رادس فضيحة وسرقة ومهزلة وكارثة وفضيحة وجرم كروي غيبقى راسخ. اللي تيشوف شي حاجة أخرى فعنده مرآة وعنده نظارة سوداء نظارة ظلامية، وفي ربما عداء الفريق الوداد الرياضي وخاصة الكرة القدم النازية كما قلت لك عثمان. هذا هو الملخص ديالي. أنا نمشي معك في الطرح ديالك، لأنه حنا في البداية كنبقاو مغاربة ولا الراية المغربية فوق كل شيء. هذا القرار هذا صراحة كيمسنا جميعا، علاش؟ لأنه حنا تبعنا المباراة في ماي 2019، الوداد لم ينسحب، الوداد طلب بحقه كجميع الفرق العالمية اللي طلبت الفار، الفار ما كانش في خبر اللاعبين أنه الفار ما كانش في خبر الإدارة. أنا صراحة اللي ما عجبنيش في قرار الطاس هو أنه كتقول أنه يعني كتأكد ديك القضية ديال أنه الوداد انسحب. واش أنت كتشوفها ملهم أنه الوداد انسحب والعالم قال أنه الوداد لم ينسحب؟ كاين ما يناهز واحد التغريدات ديال الاعلاميين ديال الرياضيين ديال الفاعلين اللي بقى متقى في تويتر واللي بقى متقى من بعد المباراه، يعني في فريق لو كود سيف لي فينال ديال الحكم بكاري قاسم الذكر اللي كلها جمعت بان ما حدث كان جريمه ارتكبها حكم المباراه لانه ما احترمش المعايير ديال انهاء المباراه وفق ذاك البروتوكول اللي خصو يتعلم باش نعلن عندنا فريق منسحب نمشي لوسط الميدان ولا نخبر اللعبه. وكان هذا الشيء داز عندنا في البطوله ديالنا وشفناه ملي كيبغي يعلن الحكم يعلن على نهايه المباراه ويعلن الانسحاب كيجر لي دو كابيتان ديال لي دو كلوب وكيحطهم قدام الكاميرا وبصوت مرفوع ومسموع وكيقول لهم واش تدخلوا تكملوا ولا ما تدخلوش، يعني هذا الشيء راك عارفه انت وداز هنا وشفناه وتعيشنا معاه. هذا الشيء ما كانش. دابا انا ما رجعش معك وما ترجعنيش هاد الطاس لهاد الحيثيات. انا تنقول لك انت قلتي الفار ما كاينش، انا تنقول لك الاسوء والاكثر كارثيه والاكثر قبح هو ان هذا الفار اللي كان هو عباره عن شاشه موضوعه كماكيت محطوطه في الملعب ديال رادس السابق حمادي العقربي اللي ولا حاليا كانوا يقولون بانه فونتون شبح. فاذا في الدقيقه 59 لاكسيون ديال الكارتي تسجلت هدف ومشينا للفار في الدقيقه، يعني سي عثمان من بعد ساعه وربع بالضبط التقرير ديال المراقب الطوغولي كاين بان وليد الجري وديع الجري راه المولد يقول لك هذا الشيء، والاخوان ديال تونس واماتجي داك العضو النيجيري اللي توقف تيقولوا للناصيري والمسؤولين ديال الوداد والناصيري حي يرزق وغيرهم المسؤولين والمندوب المباراه وسامسونج بان الفار تصلح. كيفاش هذا الفار ما كانش والشركه الاسبانيه كتقول بان القطع ديال الفار بقات في المطار ديال دبي وفي المطار ديال الرياض ومن بعد ساعه وربع من الاحتجاج كيتصلح هذا الفار وكانه هذا القطع ديال الفار نزلت من السماء. هنا باش كنقول لك بان التدليس والغش والتحايل كان حاضر مع سبق الاصرار والترصد منذ البدايه. هذا دابا انا تنهضر معك باللوجيك، الفار ما كاينش، الفار تصلح، الفار ولا واجد، يعني هذا هو. ما كنقولش بان الفار قطعه مهمه ولا اساسيه من المباريات، ولكن ثبوت والضلوع ديال الغش وديال التدليس هو اللي كان تيفرض بان الكطاس كانت تحل بجراه وتخلي لنا واحد الحكم تاريخي. الناس اليوم اللي كطالب، صحيح ان رئيس الوداد خصو يخرج، صحيح نتمنى المحاميه الديسبينا السويسريه تخرج وتوضح لنا ما حدث، لان هذا الشيء ما بقاش. وكان كنحييك عثمان لانك من التعاطي الاعلامي كان شويه مقصر في حق هذا الملف، ما تعاطيناش معكم ملف وازمتك. وكنتمنى يخرج ويوضح واش الوداد والناصيري داروا خدمتهم اللي خصها دير، واش الملف. انا شخصيا كنقولها وما ننزه لا ناصيري لا وداد لا مسؤولين، ترافع مشى الحيثيات ديال المرافعات والاحكام اللي جات من بعد ماشي غير اليوم غتحكم ضدنا الوداد غنوضوا نتهيجوا جماهير الوداد ولا جماهير الوداد تقول لك بان الملف ما داش لا بروسيدير اللي خصها دار. انا كنقول خصها لا بروسيدير اللي كانت خصها دار دارت بدليل ان الجرجره ديال عمرو باشور دليل على ان الاجهزه اللي كانت كتشرف حارت كان في حيره بامريه والناس اللي غتشمت في الحكم. فكنقول لهم سامحهم الله، لان بالامس كنهضروا على فريق
اللي غنصطادوا هنا في المغرب وكنديروا كلنا التنديد والشجب ديالنا لهذا المظهر هذا، واليوم نخرجوا نقولوا الترجيه فوز يعني ما غنكونش عندنا ديك السكيزوفرينيا ديك الشخصيه المنفصله وازدواجيه في الخطاب ديال الشخصيه. خلينا شويه متوحدين، ما حوجنا اليوم والويلاد والرجاء على بعد 180 دقيقه من الفينال التاريخي اللي غيكون اجمل مكافاه لما حدث العام اللي داز فرنسا. هذا هو الخطاب ديالي سي عثمان. انا نكرر لك، الا سميتي انت القرار ديال اليوم فضيحه وكارثه ومهزله، انا اسميه وصمه عار على جبين اعلى هيئه كرويه رياديه اللي هي الطاس واللي عجزت على امتداد ثلاث اشهر وهي تجرجر وتسوف وتماطل وكان بالسبب اختراع لقاح او مصل نادر. فاذا تفاجئ بان الحيثيات ديالها كانت حيثيات ركيكه في المبنى والمعنى ولم تستند على على ما يقنع المتتبع العاقل والمحايد بانها تعاملت مع هذا الملف كما ينبغي لها ان تتعامل فيه مجموعه من التناقضات السيئه عثمان. حيلوا على مجموعه من الاخصائيين وبرزوا لك الثغرات القانونيه والتناقضات. الوداد الى غايه يوم القيامه، واستسمح الى غايه انبعاث الشمس من مغربها، اقولها واتحمل مسؤوليتي كمتابع وكمحب وكمناصر لانديتنا الوطني في محافل الخارجيه، لم ينسحب جي الطاس جي هيئه امميه جي اي هيئه عليا كما بغات تكون ديال كره القدم وتقنعني، نقول لها لن تقنعني لان الاحكام لا تقنع القناعات والثبات على المبدا لا يقتنع باحكام اداريه او احكام ديال اي هيئه كما بغى يكون النوع ديالها. الرساله ديالك واضحه الزميل منعم. وغتسمح لي يا عثمان لانني بصدد نزول ضيف، لانني كنطلب واطلب واحييك واشد عليك لان ما حدث لاننا اليوم راه ما تنهضروش على الوداد مع الرجاء، راه ما تنهضروش على الوداد مع بركان، الله يرحم لكم الوداد، راه كنهضروا الوداد مع الترجي التونسي الذي يمثل بلدا شقيقا وجار. ولكن قلنا كما كانوا مستمتين ومتدافعين بواحد الشكل صارم وحاد، فنتمنى هذه الغيره ديالنا تاخذنا لان اليوم هذا الشيء اللي حدث راه غدا يقدر يتكرر مع نادي اخر مغربي والصمت كدور او حد دير بان ما حدث اليوم ما يخليش البعض يشمت او البعض يسخر او البعض يقول بان راه لا تقنعني. الخص لك في 30 ثانيه، اي هيئه رياديه كيفما كان نوعها على مستوى العالم لن تغير قناعتي ولن تجعلني اشعر بالخجل، وانا اتبنى وحتى انت تتبنى بان الوداد لم تنسحب فليذهب قصامه وتقريره وجميع التقارير الى الجحيم، لان ما حدث هي قرارات مبنيه على الشهادات تلزم اصحابها. ما يلزمني هو انني ما اعرف هو انني شاهدت الوداد في ملعب رادس الى غايه الصابره النهائيه مع الجوجونس في الصباح اللي كان السحور قرب وكان الناس خصهم يعلنوا نهايه المباراه باش الناس تمشي تسحر، اللي كيصوم يمشي يصوم واللي ما كيصومش يمشي على الاقل ينعس. هذا هو الملخص ديال الحكايه. والوداد الشموخ ديالو والتاريخ ديالو لن تنال منه هذه النجمه المسروقه، وامامه فرصه تاريخيه لا هو لا الرجاء باش يضيفوا نجمه اخرى للخزانه ديالهم. وعلى الوداد ان يفخروا بما قام به وليد القرتي وبما قامت به اداره الوداد وبما انجزه الوداد. الوداد ما تسلموا لا ميداليات لا مكافآت، وخسروا فلوس كثيره في هذا الملف غير باش ينتصروا للكبرياء ديالهم على انه فريق لم ينسحب. وانا اكرر الوداد لم ينسحب كما قال غاليلي، الارض ما زالت تدور، كانوا غاديين به الاعدام وتيقول الارض لم تدور ما زالت تدور، وانا اقول الوداد لم ينسحب. تحية طيبة لك منعم، وأنا كنشكرك لأنه خديت من وقتك باش تعطينا هذا. شكرا جزيلا. هذا التعليق ديالك فيما يخص هذه القضية اللي تبعتيها أنت منذ البداية، شكرا بزاف منعم. شكرا سي عثمان. شكرا منعم الناقد الرياضي ديالنا اللي كان معنا طبعا واللي من الناس اللي تبعوا هذه القضية ديال رادس. من دابا شوية مشاهدينا الكرام غادي نمشي نرحب فتحي المولدي المحلل التونسي الشهير واللي أكيد دائما كنتواصلوا معاه عبر شوف سبور. سي فتحي المولدي اللي غيكون معنا عبر الهاتف من تونس، وشرفنا أنه يكون معنا وناخذوا طبعا رأيه فيما يخص قرار الطاس، قرار المحكمة الرياضية متخصصة في الشؤون الرياضية واللي أكدت أنه البطل والترجي التونسي وهو يستحق اللقب، ورفضت طبعا دفعات الوداد الرياضي. معي من تونس سي فتحي المولدي المحلل التونسي. مساء الخير سي فتحي وشرفتنا. مرحبا، الشرف الكل ليا لأني نحب المغرب ونحب المغاربة، وتحياتي كبيرة للأشقاء في المغرب. تحية ليك سي فتحي، واكيد حتى حنا كنحبوا كنتواصلوا معك دائما عبر شوف سبور. اكيد سي فتحي تبعتي القرار، قرار الطاس اللي انتظرناه طويلا، العديد من الايام مرت والشهور بل هي ساعه سنه وثلاثه اشهر. بدايه تعليقك سؤال كلاسيكي، رايك في قرار الطاس؟ ولكن قرار منتظر، معناه للامانه كان قضاء قرار منتظر ولا مسلسل ممل جدا ممل جدا مع الاسف. معناه حتى فرحه الفوز للترجي الرياضي التونسي كانت فرحه معناها منقوصه، باعتبار انه الفرحه الكبيره تكون فوق الميدان مش في المكاتب.
ولكن للأمانة قانونيا القرار كان منتظر، لأن أجهزة التقاضي في هذا الملف مع الأسف بين زوز أشقاء كامل درجات التقاضي كانت دائما النتيجة لصالح الترجي الرياضي التونسي، وكانت الأحكام كلها ابتدائي واستئناف، والآن مع تاسك الدرجة أخيرة للتقاضي لصالح الترجي. وسبب بسيط أستاذي العزيز، السبب هو أنه لا يمكن لفريق أن يغادر. الظلم موجود أسبوعيا في كل ملاعب العالم. الهدف المغربي هدف صحيح، هذا لا جدال فيه، هذا ما فيش حتى نقاش. معناها أنا نفسي قلت من اليوم الأول، أي لو الحكم معناها رفض هدف أو لم يعلن عن ضرب الجزاء أو أقصى لاعب معناها تعسفيا ظلما بهتانا، هي نغادر الميدان، لأنه الدرس اللي يجب ناخذوه هو أن مغادرة الميدان تعني الهزيمة. أكيد سي فتحي، كما قلت يعني هدف وليد الكرتي، وأنا كنشكرك أنت من طبعا الأشقاء التوانسة اللي كنعتزوا بهم وكنفتخروا بهم، وكما كنقول دائما في شوف سبور نحن إخوة، كرة القدم ما غتخليش أنه الشعبين المغربيين العريقين اللي كيبغيو بعضهم من شحال هذه، وبيناتنا أشياء أكثر من الكرة، يعني أشياء اللي هي عريقة وكتجمع البلدين الشقيقين، أنها تخلينا ندخلوا في نقاشات نحن في غنى عنها. ولكن سي فتحي اكيد انت ما كتشوف انه القرار ديال الطاس تعطل بزاف، تعطل انه باش يخرج بلد واحد. نعم بلد واحد تونس، مش هدف او بطوله باش تفرقنا. بيان سور بيان سور سي فتحي، كما قلت لك واش ما كتشوفش انه القرار ديال الطاس يعني تعطل بزاف، تعطل خدام اكثر من قيمته باش يخرجنا هذا القرار هذا، يعني كو كانوا يعني مثلا غيزيدوا ياكدوا انه اللقب للترجي، ولا مسلسل ممل. نعم مسلسل ممل مقلق. شكرا. تفضل سي فتحي. قلت لك يعني واش ما كتشوفش انه قرار الطاس يعني تعطل بزاف ويعني وطول، وكما قلت يعني اصبح مسلسلا مملا. تسمعني استاذ فتحي؟ المشكل في الاتصال، أن سي فتحي كيتلقى مكالمة أخرى عبر الواتساب. أنا نعاود نتواصل بالسي فتحي عبر الهاتف طبعا اللي كي معنا من تونس، واللي كنشكره بزاف، واللي بغى يعطينا رأيه طبعا فيما يخص القرار ديال الطاس فيما يخص النهائي رادس بين الوداد الرياضي وكذلك الترجي. عموما جماهير الوداد الرياضي من دابا شويه مرحبا بكم عبر الاتصال، ارقامي ظاهره لكم اسفل الشاشه باش تعيطوا لنا تعطيونا رايكم فيما يخص هذا الحكم النهائي ديال الطاس، فيما يخص القرار النهائي ديال محكمه التحكيم الرياضي اهداء اللقب لفريق الترجي التونسي على حساب الوداد الرياضي. انا غادي نزيد نتواصل مع السي فتحي باش ناخذ الرأي ديالو طبعا، اللي كيقول انه اصبح مسلسل طويل فيما يخص هذا الملف ديال الطاس. انا شخصيا ملف اصبح طويل وبسال وحماض، علاش؟ لانه انتظرنا طويلا باش نسمعوا هذا الحكم هذا، اللي للامانه كو كان غيكون بحال هكا كو كان شحال هذه ما نعينوش تقريبا عام ونص باش نسمعوا هذا الحكم هذا ديال الطاس. انا نزيد نتواصل مع السي فتحي، فقط تعليقات الساده والسيدات المشاهدات غادي نعطيها حيز زمني وغادي نحاول انني نقراها. كيقول لي تحيه خويا عثمان، كنشكرك بزاف على البرنامج وديما وداد فوق الجميع. عموما شوف الوداد، جماهير الوداد، الفريق ديال الوداد ما غاديش هذا القرار ياثر عليه بتاتا. علاش؟ لانهم عارفين راسهم شنو 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 داروا، عارفين راسهم انهم لم ينسحبوا من المباراه، عارفين راسهم كذلك انهم قدموا كل ما لديهم، وحتى المكتب ديال الوداد صراحه، لانه مشاو للفيفا، مشاو للطاس، مشاو لجميع المؤسسات الرياضيه باش يحميوا الفريق ديالهم، فهم داروا اللي عليهم. المحكمه ديال الطاس كان عندها راي اخر، خصوصا فيما يخص العقوبات وهذه. بالنسبه للناس اللي كيسولوني يعني ما كاينش العقوبات للوداد، كان البعض كيقول انه ممكن يعني يكون يعني واحد الغرامه ماليه كبيره على الوداد، ولا معاقبه الرئيس ديالو، ولا كذلك معاقبه
يعني اللاعبين ديالو اللي انسحبوا من المباراه، ما كاين حتى شي عقاب ديال الجماهير ديال الوداد ولا اللاعبين ديالهم ولا حتى المكتب المسير لفريق الوداد الرياضي. من دابا شويه غادي نمشي فاصل فقط قصير، فاصل قصير وغادي نرجع لكم لانه نحاول نتواصل مع سي فتحي المولدي اللي انقطع الاتصال معه من تونس باش نعاودوا يعطينا رايه. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، نواصل معكم. لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير اللي عودنا من خلاله التواصل مع الأستاذ فتحي المولدي المحلل التونسي اللي كيشرفنا في عدد اليوم من مباشر سبور في شوف سبور. سي فتحي مرحبا بك من جديد. مرحبا ومرحبا من جديد. الله يحفظك أستاذ فتحي. كما قلت لي أنه انقطع الخط عبر الهاتف، ولكن العلاقات بين الشعبين الشقيقين خصوصا الجماهير التونسية الودادية وكذلك المغربية ما عمره ما يتقطع. لا بالطبع دي علاقة كبيرة تعرف. احنا اكبر، شوف شوف انا عندي تصنيف الاشقاء في الجزائر احبابنا وفي ليبيا وفي مصر هذا المغرب العربي الكبير وفي موريتانيا، ولكن انا ديما نقول في كل البرامج نقول التوانسه والمغاربه يشبوا لبعضهم. اكيد التوانسه والمغاربه يشبوا لبعض. اكيد اكيد. سي فتحي كما قلت لي انه هذه المسلسل هذا في الحياه في ولينا ما يفرقناش ما يفرقناش. اكيد اكيد. ما كره ما تفرقناش. قرارنا كما قلت لك يعني هو صحيح اغضب الجماهير العاشقه لفريق الوداد الرياضي المغربي وهذا من حقهم، وكذلك فرح الجماهير ديال الترجي اللي ديجا فرحت باللقب ومن حقهم، ولكن سي فتحي كما قلت لي انه انت كمحلل واش ما كتشوفش انه الطاس المحكمه المتخصصه خصيصة في القضايا الرياضية والشؤون الرياضية يعني تعطلت بزاف، يعني تسنينا العديد من الوقت باش يخرج هذا القرار، هذا كون خرج شحال هذا القرار عادي. لا غير عادي، اللقاء غير عادي، وتحبني نقول لك ما في قلة احترام لزوج فرق. قلة احترام، انعدام الاحترام لزوج فرق عند كل المؤيدين تاخذ القرار نتاعك. اما الان حتى الناس نسيت الملف قضيه ونسيت الموضوع تماما، هذا عيب. انا نتصور لو كان الموضوع كان يتعلق برشلونه وبايرن ولا ريال وبي اس جي راهو تحكم في اسبوع، ولكن بما انه فرق عربيه مع الاسف معناها لانه الموضوع شنو يا اخوان، مش سامحني معناها في عباره مش يطلعوا صاروخ صاروخ مش يطلع معناها وهذا هو عندك معطيات ولا يا اخي مش طلع صاروخ معناها في الاخير معناها القرار كي اتخذ انا نحكي لك في تونس معناها قرار ما كان عنده حتى صدى، معناها ما كان عنده حتى صدى بكونه تصديقا لكلامك بعد سنه واش وهما هاو فاوضوا معناها كان مفاوضات على الامم المتحده راهي انتهت معناها. لا مش عادي معناها، انا نعتبره عدم احترام وقله احترام للفرق الفريق التونسي والفريق المغربي. يا اخي معطيات قدامك والملف امامك. ملف استاذي العزيز الملف رجع للمره الثانيه امامه. فكر عليه لانه كنت تتذكر التاس هي اللي رجعت الكونفدراليه الافريقيه
واصدر القرار الابتدائي ثم الاستئنافي ورجع له. دونك عندك فكره وجاء ورافعوا امامك معناها الفريق المغربي والفريق التونسي. ايه قديش اخي بالله سامحني كان جات دجاجه راهي باظت العظمه. عموما انا كنشكرك بزاف استاذ فتحي، شكرا جزيلا لك ومرحبا دائما عبر شوف سبور. كل وقت كل وقت استاذ فتحي المحلل التونسي، شكرا جزيلا وشرفتنا في عدد اليوم من مباشر سبور، كنت معنا من تونس طبعا استاذ فتحي محلل رياضي. الان الخط لكم انتم جمهور الوداد، مرحبا بالاتصالات ديالكم، تلقيت ازيد من 20 اتصال منذ بدايه البرنامج، كنعتذر منكم، كنعتذر بزاف، علاش؟ لانه اعطينا الفرصه للسي منعم بالمقدم باش انه يعطينا رايه فيما يخص قرار الطاس النهائي في قضيه رادس، في قضيه الفضيحه الكرويه كما سميت، نهائي العار، يعني كل واحد كيسميه، شوف باش نكون معكم واضح، كل واحد شنو كيسميه، الاخوان ديالنا التوانسه هما غادي يزيدوا مع الفريق ديالهم باش نكونوا صريحين، وكذلك احنا في المغرب خصنا نزيدوا مع الوداد وخصنا ندعموا فريق الوداد، ولو انه الحكم ماشي في صالح الوداد ولكن خصنا ندعموا فريق الوداد، علاش؟ لانه فريق الوداد الرياضي مازال عنده ماتش او دو ماتش حاسمين في الشامبيونز ليغ، عنده الاهلي الي روتور هنا في كازا وفي مصر، وعنده الفيلان ان شاء الله لما لا يتلعب هنا في دونور ضد الرجاء الرياضي، ونشوفوا شي ديربي ان شاء الله ديال الشامبيونز ليغ. لا عداء مع اخواننا التوانسه لا على المستوى الرياضي وعلى السياسي ولا على اي شي حاجه، اللي كيحاول انه يصب الزيت على النار فهو ما غاديش يفلح في هذا الاطار، ولكن كل واحد يدافع على الفريق ديالو، ما فيها حتى شي عيب. عموما لكل الناس اللي كيسولوني خويا عثمان رايك انت، انا شخصيا انا الا سولتيني انا حمزه رايي، انا صراحه انا كنشوف انه الطاس تعطلوا بزاف يعني تقريبا احنا من ماي 2019 لماي 2020، يعني سنه وعندنا يعني خمس شهور ديال من شهر خمسة حتى الشهر تسعود، وحنا رحنا غادي لشهر عشرة، بزاف صراحة. كان من الممكن أنه الطاس تحكم بهذا القرار هذا اللي خرجته دابا، نهار اللي تقدم الوداد بالدفعات ديالو الغد ليه كون يحكموا، لأنه الأمور كانت واضحة. إلا أنت غتقول أنه الوداد انسحب من الماتش، يعني بحال شي أنت تفرجتي معنا غير في التلفازة، ما كنتيش عايش تماك، الجماهير الودادية حتى هما تفرجوا في التلفازة، والجماهير الودادية اللي كانوا في رادس شافوا أنه الوداد ما انسحبش، يعني أنت خرجتي حكم بحالك بحال الجمهور. نمشيو ناخذوا اتصال. أهلا وسهلا. السلام عليكم. تحية طيبة خويا الزوين، مرحبا بك عبر شوف سبور في مباشر سبور. مرحبا خويا عثمان، مرحبا. تحية لك، الاسم ديالك والمدينة وشرفنا، مرحبا بك. معك رضوان الهردة. تحية طيبة سي رضوان الهردة، مرحبا بك. كيدايرك لاباس خويا؟ الله يحفظك ليا، تفضل فيما يخص القرار ديال الطاس. شكون القرار الأخر اللي تخاد هو قرار من الأول. كانوا بعض الإعلاميين اللي كانوا كيبيعوا الجماهير الودادية الوهم. علاش؟ اليوم كيتضح كل شيء انه هو كانت الفضيحه والاخطاء اللي ارتكبها المكتب برئاسه سعيد الناصيري. اليوم احنا كنشوفوا الوضع فين وصل. كان فريق كيقلب. وي خويا عثمان، دابا انت بديتي بالاعلاميين انهم يبيعون الوهم لجمهور الوداد الرياضي، ياك؟ باش نمشيو يا خويا، يا بعد الاعلاميين باعوا الوهم. نعم، شوف انه بعد هو انا نشرح لك رضوان باش نخلي لك المجال انك تهضر، ياك؟ قلتي انه بعض الاعلاميين باعوا الوهم، هذا انا طبعا رايي كنحترمه، وقلتي كذلك انه المكتب ديال الوداد، ياك؟ انا غنسولك سؤال فقط وجاوبني عليه بكل صراحه، وانت تفضل. إذا كنت أنت رئيس الوداد الرياضي، شنو غدير إلى قاسما هذا اللقب للترجي التونسي وأنت في ذاك المباراة؟ واش ما غتمشي للطاس؟ ما غتمشي ما غتحاولش أنك تمشي للطاس ولا الفيفا ولا الكاف؟ شنو غدير أنت كرضوان؟ خويا عثمان، خويا عثمان، شكون صراحة نحيدوا شوية العاطفة ونحيدوا شوية، نهضروا قانونيين. القانون أول حاجة فاش كتكون لاعب مقابلة ديال كرة القدم كيكون فيها ثلاثة الأطراف. كيكون فيها التحكيم والجمهور. والفرق اللي كيتنافس. اليوم احنا مشينا في واحد الوهم هو أننا مشينا معاهم أنه على حساب الفار، شوية مشينا على حساب الفوضى اللي كانت في التيران. حنا كنا نكملوا المقابلة.
كنا نكملوا راه الضفه الاخرى كملات المقابله وجات النقاط. هذا باغا نتفق معك، يعني انت السي رضوان انا ما غاديش نشوف انه الوداد الخطا كيتحملوا راه نتفق معك غير في نتفق معك في هذا الطرح ديالك، يعني انت كتشوف انه نادي الوداد الرياضي غلط فاش ما كملش المباراه. غلط كبير قنبي رئيس الوداد. تفضل. الغلط الكبير هو قنبي رئيس الوداد. انت في الفيديو في الاوديوات في الفيديوهات كتقول نو كتعلن انك ما بغيتيش تلعب وفي الاخر كتقول لا انا ما حيت شافوا راسهم تظلموا رضوان وشافوا راسهم راه تظلموا بزاف. شوف فين تظلم تظلم هي فاش تسالي المقابله ونعلن عن الظلم ديالي ولكن انت كتبقى باقي لك 35 دقيقه باقي لك ماتش صح تقدر تكمل تربح تقدر في هذيك اللحظه كنا حنا الماركيو على الترجي ما بقاش تقدر تكمل المقابله كنا نكملوا المقابله ونربحوا ولا عندنا الضغط ديالهم وانا مش عاتبتك اخويا رضوان انا اخويا عثمان انني مشيت للصحفيين او لا اتهمت جميع لا انا ما كنت بعد المنابر الاعلاميه بعد المنابر وبعد كتاب صحفيين في الفيسبوك باعوا الوهم للجماهير الوداديه ولكن رئيس اللي ما كينتاجش المكاتب قانونيه ويدرس القانون وعاد نمشي للطاس وهو هو هو الرئيس ديال الوداد ودرس داكشي اللي دار لي راه شوف الرئيس ديال الوداد ماشي هو اللي مشى عند الطاس ولا هو اللي مشى عند الفيفا اكيد كانت معاه واحد يعني واحد ليكيب اللي قانونيه الناس محاميين كيفهموا في 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 القضاء كيفهموا في الكره كيفهموا في المحاماه يعني هو مشى بايكيب يعني ماشي مشى بوحده خويا عثمان خويا عثمان خويا عثمان شكون واقعي انا صراحه احنا قراب الميدان ومتبعين القضيه ومتبعين شنو واقع وكل شيء كون هو رئيس الوداد ناقش ناس ديال القانون راه ناس ديال القانون اللي هما قانون واختصاصيين في القانون قالوا لا ما غتربحش راه خاطر القضيه الامور كانت صعيبه في المنابر الاعلاميه وعلنوا ان الوداد راه الحدود ديالها ضئيله حنا كنا كنتمنوا انه القرار على الاقل شوف حنا اللي كنتمنوا دابا حنا اللي كنتمنوا هو رئيس الوداد يخرج ويدير ندوه صحفيه يدير ندوه صحفيه ما يبداش يدير هذوك التسللات ديال السياسيين راه هو راه جاب السياسه اكثر من الكره راه بعد المنابر خرج فيهم حنا راه حنا اليوم كيهضر على الصفقات الصيفيه والانتقالات اليوم راه حنا عندنا مقابله ديال العصبه وعندنا لاعبين راك لاعب في العصبه ولاعب في البطوله اليوم ما خاصكش تهضر على الانتقالات تهضر على انك كيفاش غتكمل اليوم كتقيل المدرب وكتجيب لجنه تقنيه راه ما جبتيش مدرب راه جبتي لجنه تقنيه حطيتيها راه تكون على انتقال هذاك المدرب مدرب راه ما غيتقبلش ليك مدرب اليوم الرئيس انا كنشكرك يقول انا خطات هو بالعشوائيه ديالو هذه العشوائيه ديالو هي باش وصلت الوداد اليوم لهذا الشيء انا كنشكرك ديال العشوائي ديالو وكنشكرك اخويا عثمان انك تطرق للمواضيع اللي هي الله يحفظك اسمح لي لانه عندي اتصالات كثيره وكنتمنى وانا كنحترم الراي ديالك طبعا كنتمنى اخويا عثمان انه فريق الرجاء البيضاوي كنتمنى من عند الله ما يتقدموش للفيفا الى خداوها على عاتقهم ان هي وطنيه ولا هي ماشي قضيه هذه تبقى وطنيه او لا القانون حنا كنعرفوا القانون راه كيكون قانون دولي كنتمنى من مكتب الرجاء انه ما يتدخلش في هذه القضيه انه لا تدخل راه تنسحب منها تمشي حتى للبطوله الفريق ديالي اللي هو فريق الوداد كنتمنى ان المكتب ديال الرجاء ما ياخذش هذا الشيء بعين الاعتبار وما يمشيش للجان اللي هي في الفيفا راه مشيت للجان اللي في الفيفا راه غادي كالبطوله تمشي للوداد كاين القانون كيقول ان الوداد فاش تطبق بها الاتحاد 6 نقاط مشات لها البطوله وكنعرفوا النقاط اللي كان العام اللي فات كنتمنى واخا الاعتقاد ديالي راه جاي كنتمنى كل التوفيق للوداد والرجاء في لي ماتش الجايين انا كنشكرك السي رضوان على المداخله ديالك شكرا خويا طيبه ليك خويا الزوين كنشكرك على المداخله ديالك كاين اتصالات كثيره وكثيره بزاف كنعتذر من الناس اللي كيتواصلوا معايا انا الخط ديالكم مفتوح تعليقات هنا ولي زابيل اكيد بغيت نقرا لي زابيل ديال التعليقات ديال الساده والسيدات المشاهدين نمشي ناخذ اتصال اخر اهلا وسهلا السلام عليكم تحيه طيبه خويا زوين مرحبا بك
اخو عبد الله نشاركوا معكم ان شاء الله. الله يحفظك ليا، شرف لينا، مرحبا بك عبر شوف سبور. اسم ديالك المدينه؟ اخو دافيد كازا. تحيه طيبه لك اخو. الخبر اخو نزلنا بحال الصاعقه وحق الله العظيم. ولكن هذا اللوم كامل اخو اللي ملي كنلومه وكنلومه قشع، حيت هو ما خدمش معنا راجل، هو ماشي راجل اصلا. لا 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 كنقول لك اسمح لي. لا لا وبلاتي 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 وبلاتي. ودابا انت يا بغيتي تجبد لي الصداع؟ لا ما جبدتك الصداع، ما جبدتك الصداع. ولا اسحب هذه الكلمه باش نخليك تزيد تكمل معايا. لا اسمح لي اسمح لي. لا واش تسحب هذه الكلمه هذه كتسحبها؟ ولكن تنصف تحمل المسؤوليه تما سير اخوتي، وكنحمل المسؤوليه تا هو. لا ماشي على انك تحمل فيها المسؤوليه، ما خصكش تقولها اصلا، عرفتي علاش؟ لانه حنايا هنايا في بلاطو مباشر نناقش الرياضه، ياك نناقش كره القدم. انت فاش قلتي انا كنحمل المسؤوليه للقجع خليتك تقولها، لانه من حقك تقول اي حاجه ولكن في نطاق الرياضه، شي كلمه خارج نطاق الرياضه. ما عصبك والله ما كذب. لا ما عصبك. شوف اسمع، الا كنتي شوف، مرحبا بك مرحبا بك، الا كنتي معصب حنا نبردوك ونهضروا معاك بشويه ونناقشوا معاك. احنا مع جماهير الوداد الرياضي في هذا القرار، ياك اكيد انه قرار ماشي سهل عليهم، لانه كيشوفوا انه الفريق ديالهم تظلم. ولكن هذه الكلمه ديال اللي قلتي غير سحبها. انا نقول لك علاش دابا انا غنتحاور معاك. غير سحبها بعدا، سحبها قبل ما نكمل معك. لا سمحنا وطلبنا المسامحه صافي هادشي. لانه شوف انا باش نكون معك صريح، لن ارميه بالورود، ما غاديش نرمي سي فوزي القجع بالورود، ياك؟ ولكن فوزي القجع راه وقف مع الوداد الرياضي في هذا الملف ديال الطاس. نقول لك علاش؟ في العيد الصغير، في العيد الصغير كان العيد الصغير وكان رمضان، الوداد بالقياده ديال سعيد النصيري وكذلك الجماعه. لا لا اسمح لي دابا راه خدمه ديالو، هذيك الخدمه ديالو خصو ضروري. لا ماشي الخدمه ديالو، هذه ماشي الخدمه ديالو. اسمع اسمع غير باش نقول، هذه ماشي الخدمه ديالو. هو رئيس الجامعه، الوداد الرياضي كيتحمل مسؤوليته كما الرجاء كيتحمل مسؤوليته، كما الماس كتحمل المسؤوليه. ولكن فوزي القجع عاون الوداد من خلال الذهاب ديالو الى باريس والوقوف ديالو في جنب الوداد في ذاك المرحله، في واحد لا بيريود. هذه المصادر الاخبار ديالي انايا في واحد الوقيته. ولكن علاش هو قال للوداديين علموا يستعدوا مزيان بان الماتش راه غيتعاود؟ علاش قال هذه الكلمه هذه وما فاش العاود ديالو؟ كان مغربي. هادشي علاش كنلومو حنا؟ هو ما قالهمش انه يقول للوداد يستعدوا انه الماتش كيتعاود، لانه القرار الاول راه كان في صالح الوداد. عاقل ولا ما عاقلش؟ لا عاقل، كان صالح. ولكن هو ما يعرفش يستعد، اذا راه على بيقين بان راه عارف هو ان الماتش غادي يتعاود. اي ذاك الوقيته القرار كان في صالح الوداد الرياضي، الامور مشات بعيد، الترجي قدم الدفعات ديالو والمحامين ديالو، اصبحت قضيه بين طرفين، الوداد الرياضي على اليمين والترجي التونسي على اليسار. فوزي القجع رئيس الجامعه لا دخل له في هذا الشيء، هو طلب من نادي الوداد انه يساعدهم، قالوا له حنا سيدي قدم بالملف ديالنا، فهمتي؟ فهمت. ولكن دابا بغيت نقول واحد النقطه. الله يجزيك بخير. دابا باش نتفاهموا، باش حنا ماشي مع العصر، حنا تيرا ان شاء الله نسيناه، حنا ان شاء الله مازال غنجتهدوا اكثر، وهاد اللقبيه هاد العام ان شاء الله راه غنجتهدوا. بيان سيغ، انا كل التوفيق لك. اغراندي ايكيب، والوداد فريق كبير، الوداد فريق كبير، الوداد والرجاء، النهضه سبركان والحسنيه، هاد العام ان شاء الله غيحصدوا كل شيء هاد العام. ان شاء الله باذن الله. انا بغيت نقول لك زعما كاينه واحد دابا الصحافه التونسيه، يعني فاش هاد الخبر كلشي نايض، كلشي معاون، كلشي كيعاون الترجي، راه هما دابا الصحافه عارفين بان الترجي راه سرقات الكاس، سرقات وداتو، عارفين بان داتو ولكن كيدافعوا عليه. ما باش نقول لك واحد الكلمه، نهار كنا قلنا حنا الامن نزل تيرا وما عندوش حق ينزل تيرا في راليس، بعض التوانسه كيقول لنا انتم كتهمونا بان ما عندوش الامن، كتضربوا لنا الدوله ديالنا وكديروا لنا تفعلوا لنا. فنادم مقروف، فاش نادم مقروف قال لهم لا راه ما كنديروش على الدوله ديالكم، يعني ما كنحملوش المسؤوليه ديال الامن، وراه شي سيدنا مشى لتونس، ياك شتي مشى لتونس ودارها في الازمنه خانقه عندهم، وشتي حنا بسبب المغرب يعني باش رجع الاستقرار ديالهم، وفي الاخر كيسبونا وكيسبونا مالكنا وكيعاونونا شي كلشي معين. شوف اسمع، شوف انت، شوف حنا اللي سبنا ما غيقدرش علينا، واللي سب الملك ديالنا ما غيقدرش علينا، ياك حنا شعب. وما غيقدرش علينا، بينا ما غيقدرش علينا، عاديه. نحن نبقاو في النقاش ديالنا الرياضي، انا كنشكرك كودادي شاركتي معايا. الله يحفظك. ونتمنى التوفيق ان شاء الله للواك في باقي المنافسات والمباريات. اتصالات كثيره. خويا عثمان، الوداد فوق الجميع، هذا القرار ما غاديش يهز شعره من الوداد الرياضي. انا كنشكرك محمد على هذا التعليق ديالك، اكيد حنا مع الفريق ديال الوداد، حنا مع الوداد لانه كيمثلنا وكيمثل الكره المغربيه ضد الاهلي. ان شاء الله نتمنوا انه يضرب الاهلي هنايا ويضرب الاهلي تما في مصر، واخا عندنا الزملاء في مصر غيتقلقوا مني ماشي مشكل، ولكن
غي يربح ان شاء الله الوداد. خويا عثمان قول له راه فوزي لقجع وقف مع الوداد. انا قلتها له في المباشر. هذه فقط شوف هذه امانه، حنا كنوصلوا الامانه، ما حنا ما نزيدوا لا مع اكس لا مع ايكريك، هذا هو الواقع، وانما الحقيقه اللي كاينه كنشوفوها بعينينا راه نقولوها. حنايا في العيد الصغير ديال 2019 ما شفناش لقجع عيد في الرباط، شفناه عيد في باريس مع الوداد الرياضي. نمشيو ناخذوا اتصال اخر. اهلا وسهلا. السلام عليكم. تحيه طيبه لك خويا، مرحبا بك. سي عثمان صباح الخير. الله يحفظك ليا الاسم ديالك والمدينه، ومرحبا بك. معك بدر من كازا. بدر من مين؟ من كازا خويا. سي بدر مرحبا بك من كازا. الله يبارك فيك. تفضل سي بدر. انت مداخله. اها. زرع اللقجع ودافع الوداد ياك. تفضل سي بدر. اه. عندي لك واحد السؤال، سي فوزي القجع فين كان نهار الماتش؟ اينو ماتش؟ هو البريزيدون ديال الجامعه ونائب رئيس وفرقه ديال بلادو لعب الماتش فينا شامبيون في تونس، فين كان؟ ها نجاوبك. جاوبني مرحبا بك. دابا انا لو كنت رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ياك؟ اييه. وكاين فينال ديال الوداد الرياضي فرادس والترجي التونسي. أيوة. وكانت عندي اموري خاصه اللي كتجعلني عائليه في العمل، وانا السي فوزي القجع كنعرفوه انه عنده يعني مهام اخرى ياك تابعه. أيوة. الوزاره مهمه في الدوله المغربيه. أيوة. اللي ماشي فيها اللعب، وزاره مهمه في الدوله المغربيه، يعني هو كيدير الواجب ديالو كرئيس الجامعه وكيدير الواجب ديالو في الماليه. انا جاوني واجبات في الماليه، اقدر انه ما نمشيش للماتش عادي. جوك ما قدر الله يخليك نسيت نهار الماتش شنو كان الماتش. شنو قلتي لي اخويا الزوين ما كنسمعكش؟ الماتش ديال لا فينال ديال لا شامبيونز ليغ. اه. الى نهار جات واش كان السبت ولا الحد؟ ما عقلتش انا، ما عقلتش انا بالضبط فوقاش كان، واش كان السبت ولا الحد؟ وانا كانت لا كان السبت ولا الحد، ما كنظنش انا الوزارات الماليه كتخدم السبت ولا الحد. اه. ونزيدك عليها. اه. نهار الراجل اللي قاك لو. اها. كان موجود ديك الساعه ياك، ما كانش عنده مهام في وزاره الماليه، ما كانش عنده شي حاجه. انا 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 للامانه مش ما تبعتش انا الفينال ديال الرجاء وفيتا كلوب للامانه، اقسم بالله. ايوا سيدي راه دير في كونغ. عموما شوف انا معاك في انا ماشي ضدك، غير باش تفهمني مزيان ياك. أيوة. انا شفت الفينال الترجي الوداد الرياضي، المباراة كانت الأولى طبعا في الرباط، والثانية كانت الجمعة 31 مايو، يعني ماي. أوه. كانت الجمعة. وي. انا ماشي ضدك اخويا بدر، اكيد انت فهمتيني، انا غير قلت لك انه نعذروا الاشخاص. انا بدر معايا دابا في التليفون، يقدر دابا يقطع له التليفون، ما نقولش علاش هو قطع عليا، لا نقول يقدر انه دالو التليفون شي واحد ولا جاتو شي مهمه، فهمتي كيفاش؟ الحضور ديال فوزي في فرادس، انا بالنسبه ليا كعاشق الوداد الا كنت من جمهور الوداد، لا ما كيهمنيش، يعني يكون ما يكونش ما كيهمنيش، لانه كيهمني. اسمح لي. اه اسمح لي حسام، كنغرب القافله الحال كوداديين، القافله الحال جات هبط البريزيدون ديال الوداد بوحدو وسط مصر واحد ديال التوانسه، يبقى جينا الحال اخويا. ولكن الماتش كو كان، انا نقول لك شوف الماتش كو كان، راه اخويا بدر ذاك الماتش هذاك انت تبعتيه ياك؟ ياك. ايه. راه الوداد زعما، ويسمحوا لي الجماهير ديال الترجي، وعندي اصدقاء ديالي في تونس بزاف، الوداد في الشوط الثاني كلات الترجي، متفق معايا؟ بيان سور كلات الترجي. شوف نقطة التحول هي رأسية الكارتي والفار ما كاينش، أما كون كان استمرات راه كانت غتكون هضرة أخرى، وكان غيكون لقب لربما الوداد ولا حتى يمشي للترجي، ما كانش غيكون بروبليم، فهمتي؟ يعني المهم حنا راك عارف أنت الفيلم وكيفاش داز وصافي، لأنه أنا كنتعصب شخصيا فاش كنرجع لذاك الماتش كنتعصب. فهمتي؟ كنتعصب كمغربي، انا اقسم بالله ما زعما ما ودادي، انا دائما كنحلف عبر المباشر، والله ما ودادي ما رجاوي، ولكن كنتعصب حيت انا مغربي، كنت كنتمنى اللقب يمشي للوداد. ايوا كتصور ونزيدك واحد المدخل، الله يجازيك بخير، على القضيه ديالو خا ماشي الموضوع، على القضيه دابا اللي كيكريتيكو في اي تمنى كيتعرض على الزمالك. بغيت نسولك، هذوك المكتب ديال اخر الفريق الثاني ديال كازا اللي هو الرجاء، المكتب ديالو فاش كانوا مع المكتب ديال الترجي مع سوبر كوب وكيغنيو معاهم يا الوزار بي هذيك، هذيك حلال. ودابا انتوما اللي شفتي فينا هذه الحمله على اي تمنى حنايا. وي انتوما سيدي انتوما. ودابا انت السي بدر كتضربني عبر المباشر. لا اسمح لي ما كنضربكش، نقول شوف السي بدر اسمعني اسمعني، دابا انت هضرتي، شوف انت جبتي واحد الموضوع، غير اسمع السي بدر، حنا ما دايرين الحمله لا اي تمنى ياك،
لا على 8 اكس، لا على 8 واحد. اسمعني مزيان دابا، اسمعني اسمعني واسمعني السي بدر، اسمعني شوف انا بعدا طلعتك معايا باش تهضر. اسمع اسمع اخويا بدر، اسمع طلعتك معايا باش تهضر في رادس في الوداد في الـ في الـ في الترجي، مرحبا بك، الخط مفتوح لك. هضرتي لي في ملف انا ما باغيش نهضر فيه، اوكي؟ شوف اسمع اسمع، الرجاء عند الجمهور ديالها، عند الرجاء عندها الجمهور ديالها قاد بها، قاد انه يدافع على فرقته. شوف الرجاء، الرجاء ما واقف على حتى شي واحد انه يدافع عليه. ما كتسمعنيش السي بدر، ما كتسمعنيش، خليك اسمعني باش انك نقدر نتجاوب معك. كتسمعني؟ كتسمعني السي بدر؟ كنسمعك. كنقول لك اسمعني اسمعني، كنقول لك الرجاء الرياضي والوداد الرياضي والمغرب الرياضي الفاسي والفرق الوطنيه ديال الرجاء. لا لا اسمح لي، انا قطعت عليك السي بدر واتحمل كامل المسؤوليه. علاش؟ لانه انت كتهضر وانا كنهضر والروتور كيجي لي لهنايا، تقدر تقول شي كلمه كتسب شي واحد، نتحمل المسؤوليه ديالها وما نقدرش انني نتحمل المسؤوليه ديالها. باش نجاوبك بكل شجاعه وبكل وضوح وما كنخاف من حتى شي واحد، انا نقول لك بكل صراحه قبل ما نمشي ناخذ اتصال، الرجاء الرياضي ولا الوداد الرياضي عندهم جماهير كبيره، عندهم قاعده جماهيريه كبيره وبزاف، ما تحتاجش اكس ولا ايكغيك باش يدافع عليهم. والميساج ديالي فاهم، وحنايا ما دايرينش حمله، حنا ما دايرين حتى شي حمله، نحن منبر اعلامي يمارس الصحافه، يعني كنناقشوا الاحداث. وهذه القضيه اصلا ديال الزمالك وهذه ما تناولناهاش اصلا. نمشي ناخذ اتصال اخر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا خويا. تحيه طيبه لك خويا، مرحبا بك. شكرا خويا، الله يحفظك ليا، تحيه طيبه لك. هادو القضيه ديال الوداد وراد. خليك معايا، احمد بن زيد كيقول لي ممكن عثمان نتصل بك من تونس. مرحبا، الرقم مفتوح لك، تفضل اخويا زوين. تفضل اخويا، الاسم ديالك والمدينه. الو 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 خويا، الاسم ديالك والمدينه، تفضل. محمد من مراكش. سي محمد من مراكش، تفضل سي محمد. اخويا بغيت ندوي على القضيه، القضيه ديال الوداد الوداد والترجي اللي كانت معروضه في راس. انا كيبان لي الوداد خاسر القضيه من مده طويله، وهذا الشيء اللي بقى مجرجر حتى لدابا ما هو الا وسيله ديال المكتب المسير لنادي الوداد باش يطمئن الجمهور ديال الوداد حتى لدابا، ما قضيه ما سالاش من شحال. فهمتي شنو نقول؟ قضية أخرى من هذا المنبر هذا، صراحة كنبغي نوجه واحد التحية كما ذكر الصديق اللي دوما قبل مني، تحية للسي هشام إيش منا، اللي صراحة كاين داك السيد الحوايج هادو اللي ولا كيدير مؤخرا في الكرة المغربية، شي حوايج اللي كيشرفوا. بحال اش هاد الحوايج اللي كيشرفوا؟ نعم، بحال اش هاد الحوايجات اللي كيشرفوا؟ بحال مثلا عندك فرقه مثلا ديال الشباب المحمديه اللي كانت في الهواج، وكنشوفوا هو تقريبا جابوا وحده وخدم عليها وجاب لعابه مزيانين وصعد بها، وحاليا كيحصل الصداره في القسم الثاني وغيصعد القسم الاول. الا صعد القسم الاول غتولي عندك منافسه وغيوليو عندك اربعه ولا خمسه فرق مزيانين مع الوداد بطبيعه الحال والجيش والرجاء، فرق الكبار في المغرب. يعني كلهم حوايج يعني كيدعيو للفخر، وهاد الهجمات المتواليه ديما على السي هشام ايش منا، يمكن انا ما كنظنش انها غتحبسو ولا غتخليه. عموما انا كنشكرك على التدخل ديالك، لانه عندنا اتصالات من تونس ومن المغرب فيما يخص قضيه الشباب. شكرا على هذا الموضوع ديال ايش منا، كيضر لكم شويه. لا لا، علاش اخويا يضرنا؟ مالو علاش يضرنا؟ ما عرفتش والله ما عرفتش. لا ولكن علاش هاد الكلمه غيضرنا؟ علاش علاش هشام ايش منا؟ علاش شفتي في فهمتي كلشي كيشوف؟ لا لا، علاش هاد الكلمه غتضرنا مثلا؟ علاش قلتي هاد الكلمه ديال؟ انا ما عرفتش، انت اللي تقدر تشرح لي. لا لا، حيت انا عندي صاحبي كونديكتور، عندي ايميسيون كونديكتور فيه رادس، فيه الوداد طاس رادس تونس. انا غير عاد حيت شد قبل مني جبد لك ايش منا ومشيت بدل الطريقه ديال التواصل. ماشي بدلت الطريقه ديال التواصل، شوف حيت هو قال لي، شوف قال لي انتم دايرين يعني حمله. انت كمنبر اعلامي محايد راه خاصك تعطي كل ذي حق حقه. واش انا ما عطيتكش دابا حق ديال انك انا ما عطيتكش حق الرياضه وعاطف الرياضه واصل؟ ما يمكنش نجيهم دابا نهرسوا في السير، باقي ما طلعش. دابا اسمعني، دابا اسمعني اخويا، اسمعني اسمعني، دابا انا خليتك بكل ادب. بحال هادو في الكره المغربيه راه خاصنا نزيدوا بهم. باغي اسمعني اخويا، اسمعني، ماشي نجيهم دابا نكريتيكي فيهم باقي ما. واش كتسمعني اخويا الزوين؟
كنسمعك اخويا كنسمعك دابا غير اسمعني، ويلا كنتي كتسمعني خليني. هما دابا كيقولوا لي قطع عليه وانا ما بغيتش نقطع عليك باش نعطيك. راه تحرش راه حنايا عارفين عاد كتقطع عليا ايفو غنجبد لك هشام يجي منا غتقطع عليا. ايوا دابا يمكن غنقطع عليك بكل رجوله، انا قطعت عليك اخويا زعما بكل صراحه، لانه انتيا انا كنهضر معك بكل ادب واحترام وتواضع وانت كتقول لي عارفك كتقطع عليا، يعني انت دخلتي لي لعقلي وعارفك كنقطع عليك. ما فهمتش انايا كيفاش بنادم كيفكر، ما فهمتش. انا كنهضر معاه بكل ادب واحترام وكنتواصل معاه وكيقول لي انا عارف كتقطع عليا، حنا ما كنخافوا لا من هذا لا من هذا لا من هذا، حنا كنناقشوا موضوع طبقا لي كونديكتور سطرناه ايميسيون، كنناقشوا رادس الملف ديال الطاس، خدينا فتحي المولدي من تونس بالمقدم من المغرب، الجمهور الرياضي رايه في القضيه، ايتمنى اكس ايكريك عبد الرحمن ما سوقيش انا. تحياتنا للمتصل، اهلا وسهلا. الو مرحبا بك خويا. مرحبا بك. يا اخويا بخير. الله يحفظك ليا، شرف لينا ومرحبا بك. خويا معك مهدي من كازا. تحيه خويا مهدي، مرحبا بك. رايك في هذا الحكم ديال الطاس؟ خويا اش غادي نقول لك، هذا الحكم ديال الطاس هذا كنا متوقعينه، فهمتي؟ دابا انايا كرجاوي هذا الحكم هذا حنا كنا متوقعينه. علاش؟ لحقاش هما ما بغاوش يكملوا الماتش مع الترجي، من غير زعما هذاك الامر اللي كانوا كيقولوا حق حنا ما نسحبناش ما نسحبناش، ولكن هما كانوا كيقولوا اون جو با. الا شفتي هذاك المرباح ديالهم والنصيري حتى هو قال لك لا اون جو با، يعني هما حسوا براسهم تضرين اكثر من سميتو اون جو با. غير هما قالوها على 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 يعني ما كان يدور في رادس، ما كان يروج في الملعب، لانهم شافوا انه الاجواء ماشي ديال الكره. واش انا لاعب ماتش ويهبط لي واحد بالقرطاس؟ يعني وي راه متفق معاك بالقرطاس هذه كتقصد انه ماشي هبط باش يضربني، ولكن هبط باش راه كيخلعني انا لاعب ماتش ديال الفوت. لا شي دابا هما غير شي دابا هما غير كون ما خدوش هذاك القرار ديال ما يكملوش الماتش حتى يتصيب الفار وهذا، شي كون كملوا معاهم والله تياكلوهم بالله. صحيح. نقول لك انت راك دابا كواري وانا كواري، فهمتي؟ عارف النقطه ديال ياكلوهم والله تيجيبوهم بالله. علاش لحقاش يتفكروا غير الدور اللي تعرضت عليه اللي تعرضت ليه الراجا سميتو معاهم مع الترجي في المنسى باقي الماتش الله بدا بخمسه دقائق وجرين الاول كابيتان خدا حمراء وبيلانتي والدور تحتي اللي 100% وما كاين وما بقاو معاهم كملوا معاهم الرجاء صايمين وجابوا ديك الساعات البلاكو. يعني شوف تلعب معايا كوره غير تاكلهم كوره، اما كانوا كيتوصلوا لهذيك النقاط راه يقول لك حقا تضررتي من اي تمنى خويا، راه اي تمنى راه هو اللي جبدك ولذاك هو بعدا على بالي هو جاي داخل معاك ياسين من محمد علاش كتكذب علاش؟ دابا ولا بوجهك حمراء ما كتخرجش في عينيك وما عارف والو هذاك. لا دابا اللي شوف اللي ماشي كيعصبني غير اللي كيقلقني شويه هو انه بنادم كيتصل بيك وكتهضر معاه بكل ادب واحترام وهو كيدخل لك في الافكار ديال عقلك، كيقول لي انا عارفك فاش غنجبد لك اكس انت غتقلق. شكون اللي قال لك انا خويا غنتقلق ولا غنقطع عليك؟ انا ما وجبت سيري حنا غنتقلقوا في حاجه واحده. شوف حنا غنتقلقوا شوف اقول لك واحد المعلومه وديرها اقول لي يطلع لفرنسا انا قد يطلع لفرنسا يتصور في لا توريف يلاه حنا باش نحبسوا فهمتي هو يدير البافيت كاع يدير شي حاجه بان يكونفيرمي بان راه جيستي فيها. حنا شوف حنا دائما انا كنقول لك اخويا الزوين الناس اللي كيتواصلوا معنا مرحبا بهم، انت دابا هضرتي معايا كنهضر معك بكل الاحترام ياك. شوف سبور للرياضيين اللي غيناقش معنا شي جزئيات اخرى لا علاقه لي بها وما كان دياش فيها. انا عموما كنشكرك خويا كرجاوي وتبارك الله عليك خويا وخصوصا انتوما تدياش حتى شي واحد الله يحفظك ليا. شكرا بزاف خويا. الوداد خرج عليهم الحكم هذاك عاوتاني ملف اخر صراحه بزاف ديال التعاليق خويا عثمان. كنحاول نعيط لك ولكن الرقم ما خدامش. الاخ اللي قالنا من تونس غير حاول لانه كاين ضغط المكالمات بزاف، غير حاول انك تواصل معايا. نمشي ناخذ اتصال اخر. اهلا وسهلا. سلام. تحية طيبة خويا، مرحبا بك. وبارك الله حفظك. الحمد لله بخير. الله يحفظك ليا. الاسم ديالك والمدينة، شرفنا. عبد العالي من جديدة. مرحبا السي عبد العالي، صافا لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. فيما يخص رأيك في الموضوع، تفضل. خويا الموضوع أنا كنظن تلقاه كان عادي. لأنه متوقع مادام لأن السارقة ديال اللقب ملي شز اللقب راه تسرى ديك الساعة بشا اللقب. شي آخر كان غير خطوات باش يبردوا شوية الجمهور. لان كما كنعرفوا الكاف باعت الوداد في
ملي رجع ما مشاش للماتش وقال لي بانه انا كنت عارف غير شي حاجه وتشاش ما بغيتش نمشي. هذيك الساعه عرف بان اللقب تباع في الكواليس. شكون هذا اللي عرف اللقب تباع في الكواليس؟ رجع قال في احدى اللقاءات ديالو انه الرئيس ديال الترجي التونسي والرئيس ديال الجامعه ديال تونس عيطوا لي باش يمشي تما في تونس ويحضر النهائي ورفض لانه كان عارف ان بعض انا هذه شخصيا والله ما سمعتها. انا شخصيا كنهضر على راسي ما سمعتهاش. المهم اخويا التصريح راه كاين الحاجه اللي سمعتها سمعتها والحاجه اللي انا هذه ما سمعتهاش. المهم علينا اخويا اللقب هو ديال الوداد لان كنا شنضوا اللي تعرض لي لا في الذهاب لا في الاياب بشهادة الجميع. وكان بعض الاخوان تيقول لا كل الوداد كملات كانت تقاد الترجي وتوقفين في الرايات. بالعكس انا كنشوف العكس لانه الا الوداد كملت داك الماتش وسكتات على داك الشيء اللي وقع كانت ربما هادشي شنا دابا في افريك ما غاديش يكون. هاد القرارات اللي تاخذوا ولا التوقيفات اللي وقعوا ولا هاد القانون يعني الرئيسيه ديال الكعبي دارت ديال الكارتي دارت بالبالة. الكاس الطاولات دارت بالبالة لان شحال من لجنه تغيرات شحال من قانون تغير خصوصا انه الكاس يولي تلعب في الفينال يتلعب في بلد المحايد. فكنظن بان هذا ربح كبير للوداد وافريقيا. نعم شكرا لك خويا الزوين على التدخل ديالك. خويا بغيت نشير واحد الحاجه اخرى هي واش ممكن ندوي على نقطه السي هشام ايتمن؟ والله الا غير بلاش اخويا خلينا غير لانه عندي الاتصالات من تونس. هو اخويا مرحبا, مرحبا. شوف مرحبا بك في اي وقت ما تاخذهاش مني قوه الصواب ولكن عندي اتصالات بزاف في الموضوع ديال الرادس بغيت نعرف الاراء ديال جمهور الوداد صافي. المهم اخويا جمهور الوداد راه فخور بالوداد. الله يحفظك هادشي اللي كاين حنا مع الوداد الرياضي في السراء والضراء. شكرا لك خويا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحياتي لكم من ديار ايطاليا من مدينه بريشيا في ايطاليا. برنامج في مستوى مستع. شكرا لك خويا مستع الله يخليك ليا. وتحيه لينا او ليك لينا من المغرب. شي ناخذ اتصال اخر. اهلا وسهلا. السلام عليكم. تحيه طيبه خويا مرحبا بك. يا عثمان الله يحفظك ليا خويا مرحبا بك. اسم ديالك؟ معك مصطفى من كازا. تحيه طيبه خويا مصطفى من كازا. تفضل السي مصطفى. خويا بالنسبه للوداد ربحت الكاس في الكره كثيرا. وبالنسبه لهذا القرار ديال الكاف والطاس ما نقدروا نقولوا به والو ولكن كنلاحظوا ان الفرحه ديال الجمهور الرجاوي اكثر من الفرحه ديال الترجي ما عرفناش علاش. زعما الجمهور ديال الرجاء فرح بهذا الحكم للطاس ديال غالبا وهذا الشيء كيبان من خلال التعاليق ومن خلال المشورات. هو شوف يمكن لي نجاوب. مرحبا خويا. هو شوف يمكن انه راك كتعرف انت ذاك الصراع الاخوي الكروي ما بين الوداديين والرجاويين في لي كافي في الدروبه فهمتي كيفاش؟ يعني شوف شد فيا نشد فيك غير هو انا ضد واحد الحاجه انه يهين ما يكونش مهين وما يكونش كيساعد او لا كيفضل الاجنبي على الوطني. متفق معايا؟ مرحبا خويا مسافق مع خويا وشكرا على البرنامج. الله يحفظك ليا. اما الا كان غير ذاك النقاش الكروي الاخوي اللي بخويا وخوك ماشي مشكل ولكن نبقاو مثلا نكبروا الموضوع ونفضلوا الاجنبي على الوطني هذا الشيء ما خصوش يكون. هذاك الشيء اللي كاين خويا. الله يحفظك ليا ومرحبا بك دائما عبر شوف سبور. الله يحفظك خويا. تحيه طيبه لك خويا اللي اتصلتي بنا سي مصطفى من كازا. نعم كلامه معقول يتكلمون عن الواقع. شكرا لك خويا فرحنا بزاف هذا منصف. شوف انا شخصيا اقسم بالله زعما ماشي ودادي ولكن كنشجع جميع الفرق الوطنيه اللي كتشرفنا في افريقيا. مشينا ناخذ اتصال اخر. اهلا وسهلا. وي السلام عليكم. تحيه طيبه خويا مرحبا بك. الله يبارك اخويا. معك السي محمد من كازا. السي محمد مرحبا بك عبر شوف. الو تفضل السي محمد. معك سي محمد من كازا. تفضل السي محمد كنسمعك اخويا. انا تنهضر معك بحكم انني رجاوي. انا متفق مع السيد يهضر دابا ان الرجاويين الوداديين بيناتنا واحد ماشي نقولوا العداوه ولكن كما قلت قضية شد فيا نشد فيك. هذه انا اللي قلتها. اكزاكتومون انت اللي قلتها. انا بغيت نهضر معك على قضية ان السبب الوحيد الخساره ديال الوداد الجماهير ديال الوداد خصها تسال على شكون هو اللي كان عيط للناصيري في التليفون هو سبب التعنت اللي قال لي ما تكملش الماتش وعلاش الناصيري اللي قال لهم اون جوبا. انا تيبان لي السبب الرئيسي في هذا المشكل اللي وقع ديال راديس كامل هو القرار اللي خدا الناصيري والتعجرف ديالو
وقضيت ان الفار ما كاينش ما نكملوش الماتش هذا خطا كتعاقب عليه الكاف الفريق اللي مستقبل هذا ولكن ماشي ما هذا ما كيجوستيفيش ان الفرقه ما خصهاش تكمل الماتش. كنظن انك متفق معايا في هذه النقطه. انا متفق معك في النقطه الثانيه ولكن الاولى ديال انه الوداد ما بغاوش يلعبوا ياك نقدر نقول لك انه انا شخصيا نكون في بلاصه البريزيدون ولا في اللاعب الله يحسن العون. علاش لا متفق معك؟ شوف انت علاش شوف انت في واحد الوضعيه راه لا يعني ما صعيبه بزاف نقدر انني نعيشها غنحكي لك. انا شخصيا مع الشاش ياك كلاعب ولا كرئيس انت كتشوف انه الفريق ديالك تظلم بزاف والفار ما كاينش وهادي راه تقدر انه تاخذ شي قرار يكون مزروب فهمتي كيفاش؟ هذا هو المشكل. دابا حنا هنا كنهضروا على النفسيه ديال اللاعبين. حنا ما عندناش دي كوتش مونطو ولا دي ميدسان اللي كيسوتنيو. انا في ديك اللحظه قبل منك شوف انا رجاوي قسما بالله الا شجعت الوداد لدرجه ان واحد فريق غادي يمكن مني داروه مني هذا. علاش؟ لان الدرابو هذاك هذيك الوداد في ذاك الماتش كانت واكله الترجي شي كون قسما بالله كون كملوا معاهم الماتش يتياكلوهم. ولكن ما تجيش في لحظه كانوا غير يستحضروا الماتش ديال الرجاء مع الترجيني اللي تطرد لهم اللي تستخدم جريندو في البدايه ديال الماتش لتونس كلها ضد هذا ومع ذلك هذيك الحقره اللي كان حقر الرجاء تقلبات اون غاج دو فانك وصدقوا مقلوبين عليهم وربحوهم. كانوا تانسبيرا وكنا لو كاك ثق بيا قسما بالله ما نوصل لهادشي اللي وصلنا ليه. المهم تحيه رجاويه للجماهير ديال الوداد ما يتقلقوش. شكرا بزاف. هذه هي الكره فهمتي كيوقع هادشي وكنظن ان هادشي اللي وقع خاص يكون درس وعبره باش ما يعاودش يتكرر مره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. شكرا سيدي بارك الله فيك. شكرا وتحياتي لك رجوي من كازا. شكرا لك اخي. هل ممكن الرجاء تتوجه الفيفا فيما يخص انسحاب الوداد وسحب 6 نقاط؟ وشوف هذا كلام بعيد بزاف محمد الفحال. تحياتي لك اخويا ولكن هذا مستبعد بزاف. كنبغي نشكر صلاح اللي كيقول الظلم اللي تعرضت ليه الرجاء والوداد. انا غادي نحاول نقرا التعليق ديالك من بعد ما ناخذ اتصال اخر. اهلا وسهلا. السلام عليكم. تحيه طيبه اخويا. معك محمد من اسفي. تحيه محمد من اسفي. مرحبا بك اخويا في شوف سبور. المهم اخويا بغيت نقول لك على القضيه ديال الوداد. انا اخويا احنا خوذ مع الوداد في الراجل. صحيح. المهم انا رجاوي. ولكن قاعد مني كتشي بحال الوداد بحال هذيك ظلموا كنشوف انا ظلموها. المهم الكوب ديال الوداد صراحه. صحيح. ظلمت هنا وظلمت هنا. متفق معك. على قبل انا ما يكملوش الماتش احسن حاجه ما يكملوش الماتش. لانه كتشوف راسك تظلمتي. ظلموا هنا بزاف حيدوا البيلانتي ومشاو الهدايم. بيت الثلاث حيدوا عليهم. جبيوت صراحه جبيوت حيدوا عليهم. تحياتي لك خويا. الله يحفظك ليا خويا من اسفي. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا لك. مرحبا. حاجه عاديه اخويا. غريمين تقليديين غير من باب المزح طبعا. مغاربه خوت في السراء والضراء. هذا معاد الرجاوي. تحياتي لك خويا معاد على هذا التعليق الزوين. اكيد الوداد والرجاء خوت. جميع الفرق المغربيه خوت. نحن تحت رايه الوطن. شي ناخذ اتصال اخر. اهلا وسهلا. السلام عليكم. تحيه طيبه لك خويا الزوين. مرحبا بك. الاسم ديالك؟ سفيان من اسفي. مرحبا سي سفيان. تفضل سي سفيان. تفضل سي سفيان. انا سمعت الخبر ديال الوداد. هذا الخبر ديال الوداد صراحه عشان ما كانش صراحه كنت في بلاصتك خاص الوداد تكمل في ديك صراحه المباراه جميله جدا. كنت كملها تقدر تلبس الساعه تقدر تربح. انت كتشوف انه الوداد كان خصو يكمل الماتش في رادس وكان قادر انه يفوز باللقب. كان قادر انه يفوز باللقب وكان قادر انه يربح كاع بواحد النتيجه كبيره بزاف. الرساله ديالك واضحه. الراي ديالك واضح. انا متفق معك تقريبا 50% علاش؟ لانه الوداد كان كبير وكان قوي في ذاك الماتش ولكن الظروف كانت ما كانتش مواتيه باش انه يكمل الماتش. شكرا لك. شكرا لك. وصلنا للختام. مخرج الحلقه سي اسامه كيقول لي انه وصلنا للختام ديال البرنامج. نبغي نشكر كل الناس اللي تبعونا في عدد اليوم عبر مباشر سبور في عدد اليوم اللي خصصناه للحديث عن قرار الطاس. الحديث عن صراحه القرار اللي سميته انا شخصيا القرار الفضيحه. علاش؟ لانه تعطل بزاف وما جابش الجديد. يعني اي واحد كان بامكانه انه
يحكم هذا القرار ديال الطاس هذا ديال انه عام و 3 شهور باش يحكم لنا هذا القرار هذا. احمد بن زيد اسمح لي يا خويا حاولتي انك تتواصل معنا ولكن ما قدرتيش، شكرا. غدا ان شاء الله انطلاقا من الساعه الخامسه مرحبا بكم عبر شوف سبور. تمنوا التوفيق للوداد، الرجاء في تشامبيونز ليغ، نهضه بركان وحسنيه اكادير في الكاس الكاف. كل التوفيق للانديه ديالنا والدرابو المغربي دائما فوق الجميع. الى اللقاء.